بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين. اليوم الخميس الموافق 21/10/2021 تم وصول سيارة لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الشرقية بحمولة 4 طن. اليوم الخميس الموافق 21/10/2021 وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة عدد 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 71 طناً. وصلت اليوم الخميس 21/10/2021 الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر بحمولة 2 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية حتى تاريخه 18 طن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.